مبادرة بركة أمي هي لفتة جميلة من دل البركة عشان نرد الوفاء والحب والتضحية لأمهاتنا. ماما كانت السند اللي ورايا، ماما كانت الشخص اللي دائما يدعمني ويساعدني. لما بدأت حياتي العملية وكنت محتاجة أحد يكون موجود عشان يقدر يساعدني، عشان ياخد باله معايا من أولادي، ماما كانت دائما موجودة. ماما مواقفها كثيرة معايا، لكن ربما أكثر شيء يأثر فيها كل ما أسافر، وأنا بحكم شغلي دائما أسافر، أول كلمة أسمعها لما أوصل هي من ماما. تعرف بالضبط إمتى بأوصل وتقول لي خلي بالك من نفسك. حقيقة حبها وخوفها علي، مع أنه أنا صرت أم، يعني بيشعرني دائما أنه أنا في أحد هناك مستناني وخايف علي. يمكن الواحد ما بيحس بقيمة الأم إلا لما يتزوج ويصير عنده أطفال أو يكبر، ويحس قد إيش كانت التضحية صعبة، قد إيش أنه عمل دور الأم في العائلة مميت وقاتل روتيني، وفي نفس الوقت مهم جدا، لأنه لولا وجودها، لولا وجود الإنسان اللي نسند كلنا عليه، العائلة بتتفكك. كل إنسان والدته موجود على قيد الحياة مفروض أنه يكلمها يوميا، يسأل عليها ويطمن عليها، وأي شيء يقدر يسوي لها يا يسوي لها يا وبطيب خاطر رضاها دخول الجنة. دائما إحنا بنتكلم عن الأم ودورها، ويعني كيف إنها هي اللي بتبني المجتمع، لكن دلة قررت إنها حقيقة تورينا كيف التقدير. مليون ريال، نشكرهم مرة تانية، وحقيقة أنا ماني قادرة أستنى إمتى أعرف مين اللي حيفوز بالمليون. إحنا مستنيين المشاركات منكم، من كل شخص بيتفرج على هذا الفيديو. كلنا عندنا أمهات، وكل أمهاتنا ضحوا. مستنية قصصكم الحقيقية عن تضحية أمهاتكم عشان نعرف قصصكم وحياتكم ونشارككم فرحتكم.